أريد أن أحيي الأخ مصطفى الرميد على العمل الذي قام به من أجل أن يقارب هذا الموضوع الذي هو من أهم المواضيع التي تطرح على بلادنا، علما بأنه في المقاربة القانونية القانون الجنائي يعد أهم منظومة قانونية بعد الدستور، وأقول منذ الآن، خاصة لوسائل الإعلام التي من دون شك أنها تنتظر في لقاء من هذا النوع أن يقع هناك تطاحن أو أن نبين عن الشرخ الهائل الموجود على مستوى هذه الحكومة. لا، ثم لا، أقول لكم بأنه بالرغم من ظهور، وقد يظهر ذلك في النقاش، بالرغم من ظهور بعض الاختلافات حول هذه النقطة أو تلك، لن نصل إلى ذلك. لماذا؟ لأن من ذكاء هذه الحكومة ومكونات هذه الحكومة هو أننا استطعنا لمدة 3 سنوات ونصف وليس هناك ما يدعو إلى أن نخرج عن هذه السكة، استطعنا أن ندبر خلافاتنا بالمعقول، بالجدية، بما يحفظ الأساس، بما يجعل أننا نساير العصر، نقوم بالإصلاحات، نزكي ونقوي ونطور الديمقراطية المغربية، وفي نفس الوقت نضع أو نترك مسافة لكل مكون من مكونات هذه الحكومة من أجل التعبير الحر عن ذات كل واحد منا، ونصل في كل القضايا التي طرحت إلى توافق أو إلى مسافة أو موقف موحد في هذه النقط. وما لا نتمكن من الوصول إليه في الوهلة الأولى نستطيع أن نؤجل الأمر إلى أن نجد فيه الصياغ الملائمة. لذلك أريد أن أقول على هذا المستوى بأن في موضوع من هذه الأهمية بداية يتعين أن ننطلق من قاعدة أن هذا النقاش لا جدوى منه عندنا أو عند آخرين أو في ندوات أخرى عقدت، لا جدوى أننا نناقش وأننا نأخذ هذا الوقت الكامل. أعتقد أن المشروع طرح قبل شهور، الآن لا جدوى في أننا نبقى نناقش في هذا الفضاء أو في فضاءات أخرى أو عند أحزاب أخرى أو عند جمعيات أخرى أو في إطار مستويات أخرى، إلا ما كانش هذا النقاش غيطور المشروع، لأن ذاك الوقت هي أن احنا نسدي البيبان وبلا ما نتناقشوا. إذن الجدوى من النقاش هو أننا نصنعوا قدر الإمكان خاصة بين مكونات هذه الحكومة الحد الأدنى الذي يتيح لنا أن نقدم وطننا وأن نحفظ العمل المشترك الذي نحن بصدده، واللقاء ديال اليوم يدخل في هذا الإطار. أكاد أن أقول لك إنني متفق مع كل ما جاء فيه، إن ما يمكن أن يكون بيننا من نقاش طبيعي وعادي، وسيتبين لكم من خلال ما سأقوم به من استعراض مفصل لبعض القضايا التي يدور حولها النقاش أننا في العمق متفقون، وأنه لربما بالنسبة للنصوص النص الذي قدمناه سوف لربما ينبغي أن نعيد صياغته بما يجعلنا في الصف الواحد ومع النص الواحد. وربما أيضا من جانبكم من خلال التوضيحات التي سنقدم لحضراتكم سوف تزيدون اقتناعا بأننا والحمد لله. الحزب ينظم نقاش رمضاني، أي في ضمن أمسية رمضان، على عادته لمناقشة موضوع من الأهمية بمكان يتعلق الأمر بمشروع أو بمسودة القانون الجنائي. صحبة سي مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وذلك على أساس أن نظهر بوضوح بأن هذا الأمر بداية يقتضي نقاش، وقد يجوز في حقه الاختلاف
وحزب التقدم الاشتراكي انطلاقا من مرجعيته التقدميه مرجعيته الحداثيه يريد فعلا انه يطعم هذه المسوده بعدد من المقترحات التي تذهب في اتجاه احترام منطوق الدستور ومضمون الدستور، بمعنى ان المغرب دار اختيار. الاختيار اللي دار المغرب في 2011 هو اختيار قديم في الواقع، هو تثبيت الاختيار الديمقراطي الحداثي في مجتمعه، بمعنى انه لا نخال انه يمكن اي قانون كيفما كانت الاهميه ديالو يمشي ولو جزئيا في تعارض مع هذا التوجه. لذلك حزب التقدم الاشتراكيه يطمح الى ان يلعب دوره كاملا في اعطاء نفحه تقدمية ديمقراطية لهذا القانون الجنائي باش يكون مواكب للعصر، لأنه هذا التحدي مطروح خاصة ونحن نحيا بعض القفزات هنا وهناك مرتبطة بالمس بالحريات، وهذا الأمر يقلقنا كثيرا وعبرنا فيه عن مواقف ثابتة وسنستمر، لأننا نعتبر أن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لا تستقيم إلا في ظل المجتمع الحر.